لا شكور. اوعك تفكر حالك على الان مع الشاويش فكري بكلمتين تضحك عليه. اليوز باشي نشأت وما بدك تعترف بكل شيء مساوي. يا سيدي بشو بدي اعترف؟ والله ماني مساوي شيء. كل شيء مساوي بدك تعترف. اعترف لك. بشو بدي اعترف يا سيدي؟ والله ماني مساوي شيء. معناته يبدو انت بدك تعذبني وتعذب حالك. لا ماشي، انا راح اخلي فهيم يفهمك شلون تعترف تحت بالنظارة. وليه؟ ماشي يا فهيم. فهيم احترامي سيدي. بسرعك. حاضر سيدي حاضر. فهيم نعم سيدي. نزلوا على النظارة وخليه يعترف بطريقة. سيدي بوس بوس إذا خليني شوف الباشا. والله ما عليه عامل شيء. مين بدك تشوفه؟ لا مين بدك خذوا نزلوا. هاي شغلتي سيدي. والله انا نسي نزوم الظهر كيف بيرضع حليب الريسي. يا امشي من هون. جاي يا سيدي يا سيدي. هذا يضحك علي شكور. انا اليوز باشي نشعر. الو. ايه ابن عمي بدي اقول لك على شغله. شك 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 شك. لك صار لك من الصبح بتفتحي حديث وبتسكري حديث، الظهر رح يقدم ولسه ما رحت على المزار. في شو بدي؟ شو يعني؟ مليت من حكياتي؟ خلص بس بدي اسالك عن سهرك فارس. لك يسلم لي قلبك لا تزعلي، لك لا يزعل الامر منون. شو فارس؟ هلا هو من يوم اللي خطب بنتك زهرية ما اجى لعنا غير مرتين، مرة يوم كتب الكتاب ومرة لما انعزمناهم. شو هالحكي هاد؟ بس هالمرتين؟ لا ما لك ليكونوا عم يتقابلوا برا. لك والله اذا عم يعملوها لكسر اجريهم هن الاثنين. لك صحيح كاتب كتابه بس ما بصير يقتني فيها. اعوذ بالله ابن عمي، شو شوفوا بعضهم؟ هو مو لحتى يجي لعنا بالاول؟ لك من شان شو ما عم يجي يشوف خطيبته؟ يعني بركي ما بده اياها. ماشي انا بشوف ابو فارس وبفهم منه ليش ما عم يجي يشوف خطيبته. ايه بيكون احسن تقبرني. اخر سؤال مشان بيت ام عزه. انا جبت الورقه من العدليه. يعني بدك تحجز لهم على البيت ابن عمي؟ ايه مو حقي. كحقك ابن عمي بس والله خطيه. يعني انا اقول انه هدول نسوان ما في مين يعينهم، حرام. لك وش هي اللي عملوا معي عزه؟ حرام ولا مو حرام؟ ولك 60 حرام كمان. على كل حال وقت الحديث هلا، لا ارجع المسا ونكمل حديثنا. بدك شيء حبيبة قلبي؟ سلامتك تقبرني. سلامة قلبي. يلا خاطرتي. الله معك يا روحي. الله معك يا عيوني. الله يرضى عليك. طريق السلامة إن شاء الله تقبرني. قل أعوذ بالله. الله يرضى عليك. الله يحرسك ويحميك. يا ربي دخيلك إذا كان صحيح. قال شو؟ ما بده بنتي زهرية. العين الطراء إن شاء الله. وين رح يلاقي مثل بنتي؟ بطيبة قلبها ولا بجمالها يلي طالع لأمها تقبر اليامه؟ العين تطرقه. دخيلك يا فهيم. والله ماني عامل شيء. دخيلك يا سيدي. والله ماني عامل شيء. يا ابي بوس ايدك يا فهيم. بوس ايدك يا سيدي. والله ماني عامل شيء. يا ظهر يا كوكي. يا امي. يا كوكي. يا كوكي. بوس ايدك. بوس ايدك يا كوكي. فكري بوس ايدك يا فهيم. والله ماني عامل شيء. ارحمني. بوس بوس ايدك. بدك تقلي شو عامل معي الباشا ولك؟ والله ماني عامل شيء. كذاب كذاب كذاب. وماك على حيلك تشوف. واقف على حيلك. مشيت البطة ولك. شو امرته سيدي؟ مشيت البطة نفذ. شو اي مشيت البطة؟ انا بورجيك شلون مشيت البطة. تعال تشوف. ريدك على راسك من فوق وبتنزل. واحد واحد امشي على الحيط. امشي على الحيط.
بدك على الحيط ايدك لفوق ايدك لفوق ايدك الثانيه لفوق ما فيني سيدي شلون سيدي ايدك الثانيه لفوق ما فيني خليك هناك الله يوفقك الله يوفقك لك يا ميت اهلين وسهلين بام العريف وينك مبينه بالمهلي يا خانو بالمهلي صدقيني شغل شغلي اخذ كل وقتي اوف لهالدرجه واكثر يا خانو واكثر شو بدي احكي لك هي اللي بدها تعرف اذا جوزها متجوز عليها وهي اللي بدها تعرف اذا جايها صبي ولا بنت وهي اللي بدها اكتب لها حجاب لبنتها مشان يجيها عريس غير شكل يعني تعرفي يا خانو مشاكل الناس انت ادرى فيها اي والله يا ام العريف بعرف الله يعين العالم كل واحد همه مغرقه تغريق مثل ما بيقولوا ابواب مغلقه وهموم مفرقه هلا المهم قولي لي جبتي لي الحجابات لبناتي يا علي صدقيني نسيت صدقيني مع انه كاتبه لكل وحده حجاب غير شكل انه رح يجيها نصيب بسرعه معناها اسمعيني منيح هلا بتطلعي من هون بوشك على بيتك بتجيبي الحجابات وبتجي تكرمي على راسي ما بتلاقيهم غير صاروا بين ايديك تكرمي يا خانو اهلين ام العريف جيتي والله جابك بالمهلي خير شوفي بدي اياكي تعملي لي كشف على الغرفه اللي بخيط فيها اليوم قبل بكره بدي اعرف مين عم ينزع لي شغلي شلون يعني لك تخيلي فستان العرس اللي فصلته لزهريه بنت المختار لقيته بلك ما والثاني خربان صحابه يا شلون يعني وين راحوا كمام العروس قصدي كمام الفستان ما بعرف بس اللي بعرفه منيح اني ركبتهم بايدي هدول يعني مين له مصلحه ينزع على شغلها اكيد هي بتكون مخربطه او نسيانه يا لا والله يا قدرتي لسه ما خربت لحتى انسى او خربت ايه يا افتكار خانو مبينه ما بدها اثنين يحكوا فيها وشو حلتها يا ستي بتتركيني فوت على الغرفه واعمل عليها كشف وبعدين برجع وبخبرك ايه تقبريني اختي فوتي على غرفتها حاكم يا حرام كل شيء عم تفصله عم ينتزع ولي على قامتي كل ولا تعرف انه انا اللي قصيت كمام الفستان وتروح تقلها الافتكار وانا اللي خربت لها الصحه اي دخيل كان تعرف شو رح يطلع من امره شلون شو رح يطلع من امره وقتها رح تقول لابوكي ورح يرفعنا فلا كلياتنا وانا شو دخلني هلا ما بتعرفي انه العقوبه عند ابوكي جماعي والمكافاه فرديه حتى مكافاه ما في يعني كلياتنا رح نروح فيها ها هطقني روح لحقت حالي بس ونزعت لها شي فستان قلت لك يا حوبه ما رضيتي ما كنت تقبلي لكان هيك قال لك شكور اي نعم سيدي هيك قال بسيطه شو عليه اسمع ابو نقله مر سيدي تترك كل شيء من ايدك وبوشك على الكركون ليش بدي اروح على الكركون سيدي بتروح بتقدم شكوى على الحارق شكوى على مين سيدي على مين يعني طبعا على شكور مشان شو سيدي لانه كان بده يعتدي على بنتها بس هالشيء ما صار سيدي ابو نقله تسوي اللي عامل لك عليه وبس عشان ما تصفى انت وعيلتك برات البستان وبنتك وبطلع لك اياها وبتاخذها معك فهمت؟ لا يا سيدي بوس ايدك يا سيدي ايدك بوس ايدك يا سيدي انا عايش بخير الله وخيرك معناتها بتعمل اللي عامل لك عليه وبتقدم شكوى على شكور حاضر سيدي حاضر وبتقول فيها انه كان بده يعتدي على زهور وبتطالع لي رئيفي برات الموضوع فهمت؟ امرك سيدي امرك بتروح بتنفذ اوامر فورا بتخبرني شو بصير معك فورا سيدي فورا يلا امرك سيدي بدك تهددني يا شكور بسيطه والله لخليك تشتهي ضو الشمس والله هذا بيته يا كوكي لا سيدي هذا بيته دعنا شو هذا سيدي ولا برهو ليش مسكر دكانتك وجاي على البيت معنا عامل عملة سيدي عندي لازمة سيدي ايوه جابر بقدم فيك شكوى انك خرقت له وشه اعوذ بالله كذاب سيدي الله وكيلك كذاب لا انا بعيني شفته وشه مجعلك زعلك الرجال سيدي هو الحق عليه
شلون الحق عليك؟ عرب لي اهلا شو؟ سيدي فات البابور كانت مسكره من الوسخ. اي وهو ما نكشمني مع اني نبهته. أيه؟ وضل يدق في يدق في يدق في يدق برعبته خلصني سيدي. ضل يدق فيه لحتى خنق البابور، ولما شعله هب بوشه. انا شو دخلني هلا؟ كل واحد بده يصلح عندي البابور، بده يروح شغل له اياه ببيته. بصير هالحكي حضره الشاويش؟ مزبوط الحق معك، ما بيصير. ودا بس لا تكون عم تكذب. ها الله وكيلك يا سيدي، ما عم كذب وحياة راسك ما عم كذب. خلص صدقتك يا سيدي. ما اشحطوك. لك شو تشحطوا؟ اشحطوك ان شاء الله. ما سمعتوا حلف براسي؟ لك حلفت براس الشاويش يا زلمه، براس الشاويش. اسمع من هلا ورايح، اي واحد بده ياخذ الببور قبل منها بيجرب الببور بيشغله تنكشه بتزبط له فالته. منيح هيك؟ امرك سيدي بامرك. خلص رح لبهم كلياتهم. الله وكيلك. فوت جوا امرك. قدامي كوكي. حاضر سيدي. الله معك حضرت شاويش، مع السلامة. قريته نعيما، ما شاء الله ما شاء الله، أمر مصور. تسلمي لي يا فريال، الله ينعم عليك، كلك ذوق ومفهومية. ورجيني. شوفي حبيبي. تسلم لي هالقمر، إيش شو هالفستان الحلو، شو هالفستان الحلو. تسلمي لي. قريته نعيما زهرية خانو. الله ينعم عليك. إن شاء الله يكون عجبك يا خانو. أكيد. له يا فريال، معقول أنت ليش بتساوي شيء وما يكون بيعجبني؟ سلميلي حبيبة قلبي، قدي بتريدي؟ لا أيو معقولة آخر؟ مستحيل يعني. مستحيل مستحيل ما بقبل. قدي بتريدي؟ خلص إن شاء الله بيوم عرسك بتعوضي لي إياها. طيب مثل ما بدك. تقبشيني؟ شو؟ ما بعرف شو بدي لك. يلا يلا أنا تأخرت وصار لازم أمشي بالإذن. والله بكير يا خانو. شو بها زهرية؟ شو صار لها؟ ما بعرف، اسأليها.